مع انه زمان كنا فاكرين انه كتير قوي لما تعمل انترفيو كده ولا تسمع حد في انترفيو تلاقيه بيقول لك عايز اشتغل مدير على طول، كلنا عايزين نشتغل مديرين، بس مين فينا يعرف يبقى مدير؟ اكيد انه العالم محتاج لنماذج صح تعرف تدير الموارد. والدليل على انه الاداره مهمه قوي انه لما فريق كوره مثلا ما يحققش نتائج كويس مره واثنين وثلاث، ايه اللي بيحصل؟ بيغيروا اللعيبه؟ بيغيروا مين؟ صح، المدير الفني. ما بيغيروش اللعيبه، مش كده؟ طب تعالوا نشوف كده، لما مدرسه تفضل على مدار سنوات طويله الطلبه بيجيبوا نتائج وحشه، بيغيروا مين؟ الطلبه؟ الناظر. شكرا. احنا كلنا متفقين انه المؤسسات والمهام الصعبه بتنجح بس لو في اداره كويسه، بس دي كلمه مش دقيقه لانها بتنجح كمان بحاجات كتيره قوي. لكن الهدف الكبير ان احنا عايزين نقول النهارده ان الناس بتتعلم حاجات كتير لكن بننسى نتعلم اداره. وعايز احكي لكم بقى ان في دراسات كتيره جدا اتعملت عشان تربط الفكره دي، تقول لك الراجل المدير الكويس ده بيعمل ايه. يقولوا مثلا ان المدير الكويس اللي بيسيب روح كويسه او بيعمل روح كويسه مع فريق العمل. فريق العمل ده بقى فريق كوره، مدرسه، مصنع، مستشفى، ايا كان. الناس اللي بتروح شغلها مبسوطه تعرف على طول ان الاداره كويسه.